شركة أبو ظبي الوطنية للمعارض مستعدة لفعالية استضافة فعالية مؤتمر الطاقة في نسخته 24. التحضيرات قائمة من اليوم الأول في الفوز بالمؤتمر كان في 2015، والتنسيق قائم مع وزارة الطاقة ومع الورد انرجي كونغرس في بريطانيا من اليوم الأول، وإحنا نتوقع نجاح كبير للمعرض. ومثل ما ذكر سعادة الدكتور، عدد الحضور كبير من رؤساء تنفيذيين للشركات، من الوزراء، من الشركات المستضيفة للمعرض. احنا الحمد لله في شركة أبو ظبي الوطنية للمعارض استضفنا العديد من الفعاليات، منها كانت المعارض والمؤتمرات الكبيرة. ما نشوف في تحدي اليوم من ناحية الاستعداد، ولكن كل فعالية لها خصوصيتها، وإحنا بإذن الله قادرين على تلبية كل المتطلبات في هذا المعرض والمؤتمر.